الرحيم. هنبدأ دلوقتي في الدرس الثالث من نحو الصف الأول الإعدادي، وهو بعنوان الممنوع من الصرف لعلتين. عرفنا أن الاسم الممنوع من الصرف يمنع من الصرف إما لعلة واحدة أو لعلتين. الاسم لا يمنع من الصرف إلا إذا وجدت علة تمنعه، وعرفنا أن هناك علة تقوم مقام علتين كما سبق شرحه في الدرس السابق، وهناك أسماء تمنع من الصرف لعلتين، وهما يا إما العلمية مع علة أخرى أو الوصفية مع علة أخرى. أول حاجة هناخدها مع بعض، الاسم الذي يمنع من الصرف للعلمية مع علة من علل ست. في عندنا الاسم الممنوع من الصرف للعلمية، هتلاقي العلة بتاعته العلمية ديت أول علة. تاني علة في عندنا علل ست تانيين هناخدهم مع العلمية. ما يمنع من الصرف مع العلمية؟ يمنع من الصرف الاسم العلم، يمنع الاسم العلم من الصرف إذا وجدت معه علة أخرى مع علل ست، وهي أول واحدة أو أول علة عندنا هي العلمية مع زيادة الألف والنون. العلمية مع زيادة الألف والنون، مثل سلمت على عثمان، مررت بعفان أو مروان وعمران، عدنان غطفان سعفان. عندما تنظر إلى هذه الأسماء عثمان وعفان ومروان وعمران، نجدها أنها أسماء مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. طب إيه السبب منعها من الصرف؟ والسبب في منعها من الصرف لأنها أسماء أعلام وزيدت عليها علة أخرى، وهي زيادة الألف والنون. يعني الألف والنون المنتهية بهذه الكلمات ألف ونون زائدة، ديت أول علة عندنا وهي العلمية مع زيادة الألف والنون. تاني نوع عندنا وهي العلمية مع التركيب المزجي. طيب التركيب المزجي غير مختوم، أولا دي شرط مهم أوي أن يكون الكلمة المركبة تركيبة مزجية غير مختوم بكلمة وية، غير مختوم بكلمة إيه؟ وية، زي نفطاوية سيباوية هكذا. العلمية مع التركيب المزجي، زي لما أقول لك مثلا وده درسنا الترم اللي فات كلمات المركبة تركيب المزجين، زي مررت ببعل بكة، سكنت في حضر موتى، نظرت إلى معد يكرب، ولد عبد القاهر في طبرستان. طبرستان طبرستان ده اسم مدينة. تخرجت من جامعة نيويورك. فكل من هذه الكلمات بعلبكة وحضرموت ومعديكرب وطبرستان ونيويورك وبورسعيد أسماء مجرورة وعلامة جرها الفتحة. طب يا أستاذ محمد أنت كل شوية تقول عن أسماء مجرورة وعلامة جرها الفتحة، إحنا عمرنا ما خدنا كده. انتظر معايا هتعرف في الآخر إعراب الممنوع من الصرف. أسماء مجرورة وعلامة جرها الفتحة بدلا من القصر، لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. طب إيه السبب المنع من الصرف؟ للعلمية والتركيب المزجي. يبقى هنا هنقول السبب المنع هذه الكلمات من الصرف إيه؟ للعلمية والتركيب المزجي. تالت نوع عندنا في الأسماء الممنوعة من الصرف العلتين، وهي العلمية مع التأنيث. سواء كان الاسم المؤنث ده مؤنث لفظيا فقط، زي مثلا مررت بمعاوية. كلمة معاوية لو خدنا بالنا اسم ختم بتاء التأنيث، ولكن التأنيث اللي قدامنا دوت مؤنث، أو الاسم اللي قدامنا ده مؤنث لفظي، لأن كلمة معاوية تدل على مذكر. سلمت على حمزة، نظرت إلى طلحة، فحمزة وطلحة ومعاوية وأسامة. هذه الأسماء كلها أسماء تدل على مذكر ولكنها هي مؤنث لفظيا لأنها ختمت بتاء التأنيث. أو عندنا في نوع تاني من المؤنث، هو المؤنث لفظا ومعنى. يعني مؤنث لفظا ومعنى؟ يعني معنى بيدل على مؤنث، مؤنث حقيقي يلد أو يغيض، وفي نفس الوقت بينتهي بعلامة التأنيث وهي التاء، زي كلمة فاطمة، عائشة، يسرية، جدة، مكة هكذا. في عندنا نوع ثالث من المؤنث، هو المؤنث معنوي فقط. يعني مؤنث معنوي فقط؟ يعني بيدل على مؤنث يلد ويبيض ولكنه غير مختوم بعلامة التأنيث، زي سعاد، زينب، نوال، أنوار وهكذا. المؤنث المعنوي يشترط فيه أن يكون زائدا عن ثلاثة أحرف أو ثلاثي متحرك الوسط. ثلاثي متحرك الوسط. طب إذا كان ثلاثي ساكن الوسط جاز منعه وجاز صرفه، جاز منعه وجاز صرفه. طب الثلاثي متحرك الوسط زي مين؟ زي سحر، زي سقر هكذا. أما الثلاثي الساكن الوسط زي كلمة هند، النون هنا عليها سكون، دعد، مصر، مصر هنا الصاد عليها سكون. يبقى الأسماء المؤنثة
الثلاثيه ساكنه الوصل، في قدامك هنا امرين، يا اما تمنعها من الصرف يا اما تصرفها. يبقى يجوز لك ان تقول سلمت على هندا بالفتح الدال او هندي بكسر الدال، ليك اللي انت تصرفها او تمنعها من الصرف. هكذا الاهرامات في مصر او مصري، كلمه مصر ساكنه علم مؤنث ساكن الوسط وهو اسم ثلاثي، ثلاثي ساكن الوسط، فبالتالي يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. رابع نوع عندنا هو العلميه مع وزن الفعل، اي يجوز استخدامه كفعل ويجوز استخدامه في نفس الوقت كاسم، زي كلمه احمد، فاقول لك مثلا ايه احمد الله على التفوق، هنا استخدمت كلمه احمد ايه كفعل، انا كاني بوصف نفسي ان انا بحمد ربنا عز وجل على التفوق، او ممكن استخدمه كاسم لما اقول لك مثلا احمد اخي، فاحمد هنا استخدم كاسم وفعل، فاحنا بنطلق عليه ان هو اسم علم مع وزن الفعل، اي يجوز استخدامه اسم وفعل في نفس الوقت. خلاص، زي كلمه اشرف، زي كلمه يزيد، يزيد بتستخدم كاسم، نقول مثلا يزيد تلميذ متفوق، وممكن اقول يزيد الماء، صح. كلمه تغلب اسم مدينه، ادم، انور، اكرم، هكذا. هذه كل هذه الاسماء ممنوعه من الصرف، والسبب انها اسماء علم على وزن الفعل، علم على وزن الفعل. خامس نوع عندنا هو العلميه مع العدل، العلميه مع ايه؟ مع العدل. طب وهو ايه معنى الكلام دوت؟ معنى الكلام دوت